السلام عليكم. اليوم عندنا جديد تاع ملعب تيزي وزو اللي يعود الى اليوم، وحيث انه زوج عمليات نتكلم عليهم. العمليه الاولى هي عمليه وضع الكراسي في المساحه المخصصه للمدعوين تاع ليزان فيتي. اذا بدات عمليه تاع وضع الكراسي، يعني البليونت لي شاز بليونت اللي تتغلق هذه. وهنا نشوف المنطقة هذه اللي فيها البداية تاع وضع الكراسي، إذن بمنطقة المدعوين نتاع ليزانفيتي. سي دي شاز بليونت، هنا نشوف الصورة وسوف نرى بوضوح. هنا نتلاحظ أن المقاعد كلها تاع بليونت اللي تتطبق، يعني العملية نلاحظها بكل وضوح، عملية وضع الكراسي في الفضاء المخصص للمدعوين. العملية الثانية هي تخص عملية بداية التجارب على اللوحة الإلكتروني اللي بدأت البارحة في الليل، وسوف نشاهدها في هذه الصور. وهنا نلاحظ عملية تاع تجريب الألواح الإلكترونية. إذن الصور تعود على البارح في الليل، وبعض الصور هي اليوم الصباح. إذن هنيئا لشباب تيزي وزو. وبالمناسبة أنا أقترح تسمية ملعب الوفاق الوطني، الستاد دو لا كونكورد ناسيونال، ماشي لا كونكورد سيفيل، ماشي الوفاق الوئام المدني، ملعب الوفاق الوطني، الستاد دو لا كونكورد ناسيونال. وهو الأصل الستاد دو لا كونكورد موجود، التسمية هذه موجودة في عدة دول في العالم، خاصة في أمريكا اللاتينية وفي فرنسا كاين مناطق اسمها لا كونكورد. إذن أنا أقترح هذا التسمية ستاد دو لا كونكورد ناسيونال، أو ملعب التوافق الوطني، أو الوفاق، ملعب الوفاق الوطني أو التوافق الوطني، ستاد دو لا كونكورد. أكتفي بهذا القدر وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.